الدبابة الحرام لما يبيع جوه الدبابة، الدبابة بتولع. قوات الصاعقة نزلت ورا عند المضايق وبتاع عشان تقفل الطرق، عشان قوات تستعين بها اسرائيل لمجابهة العبور. خلال الست ساعات على ما طلع النهار كان لينا 50,000 مقاتل على الضفة الشرقية. ما كانش في معدة دبابة أو عربية أو بتاع بتعدي إلا لما يكون لها حفرة موجودة تنزل فيها، كان يتجهز لها المكان، وكان كله بالدقيقة والثانية حسب الجداول. يعني العربية الفلانية رقم كذا دي هتعدي الساعة كذا وتنزل في الحتة الفلانية، الدبابة رقم كذا هتعدي وتنزل في الحتة الفلانية. إسرائيل قامت الصبح فأول ضوء عملت هجم المطارات المصرية، فاكرة إنها زي 67، لا فوجئت بقى بالقوات الجوية بتجابهها فوق جميع المطارات، وعملوا عمليات في منتهى الروعة لدرجة إنهم بعد كده أصدروا أوامر للقوات الجوية الإسرائيلية ابتعدوا عن خط القناة لمسافة 30 كيلو. ما يجوش خلاص الشغل بتاع 67 ده انتهى. في ناس دلوقتي مدربة بتؤمن ببلدها وبتؤمن بسلاحها، ناس عاوزة تموت لدرجة في أول